صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل، وفيها محاولة محاضرة قرار المجلس عملية استباقية وكأنه يخطو المجلس بالحياة. حملة ضغوطات على المجلس الدستوري سعيا لإبطال نيابة ديما جمالي، وتلفزيون مستقبل يبدأ بتفنيدها. هو الرئيس المكلف الآن بتشكيل الحكومة، ويعود له وحده مهمة هذا التشكيل. المفتي دريان يتمنى الإسراع في تشكيل الحكومة، وبري يلوح بالدعوة إلى جلسة تشاورية. بعد قصف جنوني، اتفاق بين فصائل مدينة نوى وروسيا، والتهجير أحد أبرز بنوده. صباح الخير. منذ أن أقفل المجلس الدستوري أبوابه أمام تقديم الطعون بنتائج الانتخابات النيابية، بدأت حملة إعلامية سياسية للضغط على المجلس الدستوري بهدف إبطال نيابة عضو كتلة المستقبل ديما جمالي لصالح مرشح الأحباش في طرابلس طه ناجي. تلفزيون مستقبل يرد بالوقائع والتفاصيل على هذه الحملة وخلفياتها السياسية والقانونية. التقرير لمها حطيت. بتاريخ 6 حزيران أقفل المجلس الدستوري أبوابه على 17 طعنا بنتائج الانتخابات النيابية، وبلغ عدد المطعون في نيابتهم 40. لم تكن إجراءات تبليغ الطعون قد اكتملت حتى انتشر خبر قبول الطعن المقدم من قبل طه ناجي مرشح جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الأحباش عن أحد المقاعد السنية في طرابلس على حساب النائبة الفائزة على لائحة تيار المستقبل ديما جمالي، وبالتالي فوز ناجي. الحملة الإعلامية المروجة لفوز مرشح الأحباش استبقت حتى اطلاع المجلس الدستوري على الطعن، وترافقت مع حملة سياسية ضاغطة على المجلس الدستوري الذي أمامه مهلة 4 أشهر على أقل تقدير لإصدار حكمه النهائي. طعن موثق ودقيق ومحبوب، وننتظر الحقيقة من المجلس الدستوري أن يقوم بواجبه ويعيد الحق إلى أصحاب الحقوق. محاولة مصادرة قرار المجلس عملية استباقية وكأنه يخطو المجلس بالحياة، وهذا كلام ما بيسري لا على مجلس دستوري ولا على أي. مش هذا الطعن الوحيد المقدم في لبنان، في طعون كثيرة مقدمة، لكن المؤسف أنه بس التركيز على هذا الطعن. أول شيء أنا بدي أقول أنه والكلام عم يطلع الكلام كأنه والله مصادر المجلس الدستوري. أول شيء المجلس الدستوري هو بالنهاية سلطة قضائية، وهو اللي هن أدرى الناس بأنه في شيء اسمه سرية المداولات، وعلى وجه التأكيد أنه مش ممكن أنه يطلع عنهم أي شيء. فهذا اللي عم يحكوا بعملية أنه والله هيك مبين بالمجلس الدستوري أو هذا التوجه، منين بيعرفوا هذا الكلام؟ استسهال إطلاق الأحكام والحسم بنتيجة الطعن لا يمكن وضعه إلا في إطار الضغط السياسي على المجلس الدستوري، علما أن القاعدة المعتمدة في المحاكم والمجالس الدستورية عند النظر في صحة الانتخابات تتلخص بتحجيم حجم المخالفات ومدى تأثيرها على النتائج. فلا يجوز إبطال نيابة نائب منتخب إلا إذا كان هناك أسباب جدية تستوجب الإبطال، ولا يمكن التعامل بخفة مع هذا الموضوع، لأنه ينبغي احترام إرادة الناخبين وخياراتهم. فعلى أي أساس قرر بعض الإعلام والنائب كرامة إبطال نيابة ديما جمالي، وإلى ماذا استندوا؟ التفاصيل في سلسلة تقارير اعتبارا من اليوم. بشأن الحكومي، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من بيت الوسط أن الرئيس المكلف سعد الحريري وحده من تعود له مهمة تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية. المستجدات السياسية والأوضاع الإسلامية محور لقاء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيت الوسط. وأقول أن الرئيس المكلف سعد الحريري هو ضمانة للبنان، وهو موضع ثقتنا
وهو الرئيس المكلف الآن بتشكيل الحكومة، ويعود له وحده مهمة هذا التشكيل بالتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية ومع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري. وأقول أيضا أن اللبنانيين وكل القوى السياسية تطالب بالإسراع بتشكيل الحكومة، وأنا مع هذا المطلب، ولكن أيضا على كل القوى السياسية والكتل النيابية أن تقوم بتقديم ما يسهل الإسراع بتشكيل هذه الحكومة. أتمنى على كل القوى السياسية أن تتوقف عن السجالات والمناكفات من أجل تسهيل تشكيل الحكومة. وطبعا سألت دولة الرئيس عن موعد إعلان التشكيل، فقال لي كما أقول أنا دوما: تفاءلوا بالخير تجدوا. مفتي الجمهورية أكد أن هذا البلد يبنى ويبقى ويستمر بالحوار البناء لما فيه مصلحة لبنان العليا ومصلحة اللبنانيين. أما في عين التين فتراجعت نسبة التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة وسط تلويح من الرئيس نبيه بري بالدعوة إلى جلسة تشاورية بعد أسبوع. التقرير لربيع شنطف. تحت سماء عين التين لا جديد بشأن تشكيل الحكومة. إزاء هذا الواقع هنالك تحرك لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعد أسبوع إن استمر تعثر التشكيل عنوانه الدعوة إلى جلسة تشاورية لبحث الأوضاع السيئة التي تسببها السياسة، وهو ما نقله نواب في إطار لقاء الأربعاء النيابي. وقد لفت حضور نائب التيار الوطني الحر سليم عون. أكد دولة الرئيس بري كمان خلال هذا اللقاء على أنه لا شيء تغير حتى الآن في الموضوع الحكومة، إلا اللي صار امبارح على هامش جلسة اللجان النيابية من خلال اللقاء السريع اللي حصل بين دولة الرئيس سعد الحريري وبين الوزير جبران باسيل. بعد الجلسة التشاورية اللي انحكى عنها قائمة، الجلسة التشاورية ما زالت قائمة، ربما خلال الأسبوع القادم أو قبل حتى كمان بصير في دعوة لجلسة تشاورية. نحن أحوج ما يكون في هذه المرحلة لوجود حكومة فاعلة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، هذا ما أكده بري أيضا مركزا على موضوع الإسكان. أكد أن الكثير من الأزمات اليوم تطفأ إلى السطح، خاصة ما نراه من أزمة الإسكان، ودعا إلى ضرورة معالجة هذه الأزمة بأسرع ما يمكن. صحيح أن سبب زيارة النائب ستريدا جعجع لبري هو دعوته إلى حضور مهرجانات الأرز، لكن السياسة حضرت من باب حديث جعجع عن أخ أكبر أي التيار الوطني الحر يريد أن يدفش أخيه الأصغر الذي ولد حديثا أي القوات كي لا يأخذ من طريقه. وبحسب معطيات تلفزيون المستقبل فإن جعجع قالت للرئيس بري إن هنالك أمورا كثيرة تجمعنا على الرغم من بعض الاختلافات، فرد بري: الخلاف لا يفسد في الود قضية. الله يطول بعمره لفخامة الرئيس، ونحن متكلين على حكمته بهالوقت الدقيق اللي عم نقطع فيه بلبنان، وأنا من الثقة أنه حيعالج هذا الموضوع. بس شايفه الحكيم بالقصر بتصور قال له هاي عين ولوات اللبنانية عين تاني. هل متمسكين بوزارة سيادية؟ هذا الموضوع ما رح أبحث فيه، رح أتركه بإيد فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. بس بقول للخي الكبير أنه الخي الصغير خده بعين الاعتبار، لأنه رح يكون خي مزبوط لألك. موضوع الحشيشة حضر خلال لقاء رئيس بري بسفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد، إذ أبلغ بري السفيرة الأمريكية أن المجلس النيابي في صدد التحضير لدرس وأقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للاستعمالات الطبية. وإذا كانت أطراف كثيرة موافقة على مبدأ تشريع الحشيشة فإن حزب الله وفق المعلومات لم يأخذ موقفا بعد من هذه المسألة وهو يدرسها،
وفي الكواليس أسئلة تداولها الصحفيون عن سر صمت حزب الله المطبق إزاء الحملة التي يشنها النائب جميل السيد ضد رئيس بري وحركة أمل، وهل أن السيد يغرد لوحده من دون ضوء أخضر من حزب الله؟ شو رأيك بموقف جميل السيد النائب باتجاه الجنوب؟ نحن عندنا قرار ما منصرح من عند دولة الرئيس، لأنه دولة الرئيس له لسانه الذي يتحدث به. رسالة سياسية أخرى أراد بري توجيهها تتعلق بقانون الانتخاب، إذ أكد خلال استقباله رئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إلينا فانسيانو أنه لابد من إدخال تعديلات على القانون الحالي، مشيرا إلى أن تعزيز النسبية وتوسيع الدوائر يؤدي إلى الدولة المدنية التي تحفظ حقوق المواطن والطوائف لا الطائفية. من جهته قال رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لصحيفة الجمهورية: لا يمكن حل العقد الحكومية على حسابنا، فليحلها الذي تسبب بها، وقد نختار ألا ندخل الحكومة إذا كنا سندفع نحن أثمانا غير مسؤولين عنها. في المملكة العربية السعودية التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف في قصره الصيفي في جدة، حيث كان في استقباله مع عدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني. وبعد جلسة مشتركة بين الوفدين السعودي واللبناني عقدت خلوة استمرت لمدة ساعة بين الوزيرين، تناولا خلالها العلاقات بين البلدين والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة. وأكد المسؤول السعودي على مواقف المملكة في حرصها على الاستقرار في لبنان ومواجهة التمدد الإيراني في العالم العربي وأفريقيا. في أول رد مباشر على الحرب التي يشنها جميل السيد على حركة أمل ورئيس نبيه بري، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال كلمة ألقاها في بلدة مليتة: فشروا أن يدخلوا شيعة المقاومة في أي انقسام. بعد أيام من اعتماده سياسة الصمت، أعلن حزب الله صراحة وقوفه إلى جانب الرئيس نبيه بري في المعركة الدائرة بينه وبين النائب جميل السيد على خلفية اتهام الأخير لبري بأنه مسؤول عن إهمال البقاع. وعلى لسان النائب محمد رعد جاء الرد المباشر على السيد: نحن نعتز بقيادتنا الشجاعة والحكيمة، ونعتز بالدور السياسي الذي يقوم به دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري. ما بنقبل حدا يجي يبلش يبث الفتنة والسموم عن قصد أو عن غير قصد، ويستثير منطق تموله السفارات. نحن بنعرف شبكات التواصل الاجتماعي بعضها تموله السفارات. يصبح الحدث في لبنان انه اهل المقاومه وشيعه المقاومه شيعه الدوله دخلت مرحله الانقسام، فشروا. قبل هذا التصريح كان حزب الله قد دعا أنصاره ومؤيديه للانسحاب من كل السجلات والنقاشات والمقارنات غير المجدية، بحسب بيان صادر عن سيميا ملف الإعلام الجديد، وهو اسم المجموعة المختصة داخل حزب الله بمتابعة ملف الناشطين المؤيدين للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي. إذن دخل حزب الله مباشرة على خط الاشتباك الكلامي بين حركة أمل وجميل السيد، فماذا سيكون موقف السيد وهو الذي نال أكبر عدد من الأصوات التفضيلية في دائرة بعلبك الهرمل بطلب من حزب الله؟ وتتابعون بعد الفاصل. مدينة الشمس تعد لمهرجاناتها، وتحية خاصة لكوكب الشرق. أهلا بكم من جديد لمتابعة النشرة. في بيت الوسط استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وزير الدفاع يعقوب الصراف، وعرض معه شؤونا تتعلق بتصريف أعمال وزارة الدفاع. كذلك استقبل الرئيس الحريري مدير مكتب منظمة الصحة العالمية أحمد المنظري وممثلة المنظمة في لبنان إيمان الشنقيطي في زيارة بروتوكولية لمناسبة تعيين المنظري في منصبه.
والتقى الرئيس الحريري وفدا من لجنة مهرجانات بيت الدين برئاسة نورة جنبلاط في حضور النائب وائل أبو فعور، واطلع منه على نشاطات اللجنة. واستقبل الرئيس الحريري وفدا من جامعة سيدة الويزي برئاسة مجلس الأمناء ورئيس الجامعة الأب بيير نجم ونوابه، وقد دعاه للمشاركة في ذكرى تأسيس جامعة سيدة الويزي في 8 أيلول المقبل. جددت النائب بهية الحريري التأكيد على ضرورة ضبط الحالات الأمنية المتفلتة داخل مخيم عين الحلوي ووضع حد لظاهرة إطلاق النار العشوائي. الأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوي كانت محور لقاءات النائب بهية الحريري مع زوارها في مجدليون، وقد التقط الحريري سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع على الساحة الفلسطينية عموما. الحريري وخلال لقائها وفدا من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في صيدا، تقدمه أمين سر حركة فتح العميد ماهر شبيطة، جددت التأكيد على ضرورة ضبط الحالات الأمنية المتفلتة داخل المخيم ووضع حد لظاهرة إطلاق النار العشوائي والتي أودت مؤخرا بحياة الفتى سليم هادي في حارة صيدا. وكان تأكيد مشترك على ضرورة تسليم المتورطين بهذه الحادثة ودعم وتعزيز دور القوى المشتركة في هذا المجال، كما تم التطرق إلى مشكلة تراكم النفايات في المخيم بسبب الإجراءات المتخذة على مداخله بالنسبة لشاحنات النفايات، حيث أشارت الحريري إلى أن هذه المشكلة هي قيد المعالجة بالتواصل مع الجيش اللبناني ووكالة الأونروا. من جهته أكد شبيط العمل على إنهاء حالة الفوضى الموجودة في المخيم، مشيرا إلى أنه تم تسليم أحد المنتمين إلى منظمة التحرير والعمل جار للبحث عن باقي المتورطين إلى الجيش اللبناني. وأثنى شبيط على الجهود التي تبذلها لحل مشكلة النفايات في المخيم. لمواقع التواصل الاجتماعي تأثير على جوانب حياتنا كافة، حتى أن بعض المواقع الإلكترونية باتت تعتمدها كمصدر موثوق، ما يسقطها في فخ نقل الخبر قبل التأكد من صحته. التقرير لحسن درويش. كلا، هذا ليس جرعد من سقط على المسرح، كما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات والمواقع الإلكترونية، بل هو فيديو لدي جي برازيلي أثناء إحيائه حفلا موسيقيا في البرازيل الأسبوع الماضي. وقعت بعض المواقع الإلكترونية التي يفترض بها أن تتميز بالمهنية والدقة بفخ هذا الفيديو، وتسابقت لنشره بدون حتى أن تتكلف عناء الاتصال بالشخص المعني للتأكد من صحة الحادثة أو عدمها. حتى صفحة عديلة الكوميدية سخرت من الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم على غالبية المواقع وعبر تطبيق الواتساب. في الحقيقة هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا الأمر، فبهدف تحقيق سبق صحفي لطالما سقطت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية في فخ السرعة على حساب المهنية والمصداقية. الأخبار الكاذبة التي تنتشر عمدا على تلك المواقع كارثة أخرى، وهي قد تكون مرتبطة ببعض الأهداف السياسية والدعائية، فتقوم المواقع الإلكترونية بتبنيها، والأخطر أنه لا قانون يمنع نشر تلك الأخبار أو يحاسب ناشريها. والجدير بالذكر أنه حتى فيسبوك رفض أن يحذف الأخبار الكاذبة عن صفحاته، لأنه اعتبر أن ذلك يتنافى مع حرية التعبير. التحضيرات لمهرجانات بعلبك الدولية تتواصل، والافتتاح تحية لكوكب الشرق. التقرير أيسر نور الدين. هكذا تستعد مدينة الشمس لإحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم من خلال حفل موسيقي افتتاحي ضمن مهرجانات بعلبك الدولية. كوكب الشرق التي قدمت 3 حفلات في بعلبك سيتم تكريمها في حفل يعد ثمرة تعاون مصري لبناني. نتعامل مع واحد من أهم المهرجانات العربية إن ما كانش أهمهم، وفي نفس الوقت أنا بتعامل مع أهم شخصية موسيقية ظهرت في الوطن العربي. البرنامج رائع، الإعداد الموسيقي ذكي جدا ودقيق، وهذا ضروري.
وتشارك في الحفل مطربتان من مصر هما مي فاروق ومروى ناجي إلى جانب الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية. مسؤولية مضاعفة، لأن أولا أنت في حفل افتتاح مهرجان بعلبك، تاني حاجة أنت في ليلة بعلبك تذكر أم كلثوم، فأنت بتغني قيمة فنية كبيرة. وشرف لأي فنان مهما كانت، يعني مهما كانت شهرته ونجوميته وقفته على المسرح، ده لأنه مسرح مهم وكبير. المهرجانات تنطلق يوم الجمعة المقبل على أن تختتم في 18 من آب المقبل. مهرجانات مدينة الشمس والتي تتضمن عددا من الحفلات الموسيقية العربية والعالمية ستشهد هذا العام مسرحية كوميدية موسيقية ولأول مرة للفنان جورج خباز. أيسر نور الدين، تلفزيون المستقبل. وتتابعون بعد الفاصل كيف دمر الملال اقتصاد إيران. أهلا بكم من جديد. في تطورات سوريا، اتفاق بعد قصف هستيري لمدينة نوة شمال غرب درعا، ودخول عشرات الحافلات بلدتي الفوع وكفرية في إدلب لإجلاء مسلحي إيران. بعد قصف هستيري شنته قوات النظام السوري بمساندة المقاتلات الروسية على مدينة نوة شمال غرب درعا، والذي أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح، توصل النظام السوري وفصائل المعارضة إلى اتفاق في المدينة يقضي بعودة قوات الأسد إلى المواقع والتلال العسكرية في محيط مدينة نوة، وتسليم الجزء من السلاح الثقيل الموجود بيد الفصائل، بينما يبقى الجزء الآخر من السلاح على جبهات حوض اليرموك الخاضع لسيطرة تنظيم داعش. وبحسب الاتفاق تجري قوات الأسد عملية تسوية لجميع المطلوبين أمنيا وعسكريا في نوة، على أن يتم السماح لرافضي التسوية بالخروج نحو محافظة إدلب في وقت لاحق. ونص الاتفاق على عدم دخول قوات النظام إلى داخل نوة في الفترة الحالية، والبقاء في المواقع والتلال العسكرية السابقة، على أن يكون الدخول فقط في حال استخدام المدينة للمرور نحو جبهات حوض اليرموك ضد داعش. ولم يعلق النظام السوري على الاتفاق، لاسيما أنه تم بين الطرفين برعاية من الجانب الروسي. وفي شمال غرب سوريا، دخلت عشرات الحافلات وعدد من سيارات الإسعاف بلدتي الفوعة وكفرية لنقل المقاتلين الموالين لإيران والمدنيين نحو مناطق النظام السوري في إطار اتفاق لإجلاء السكان، مقابل الإفراج عن 1500 من المعتقلين في سجون النظام السوري. في العراق، أصيب 4 أشخاص في انفجار عدد من القنابل التي زرعت على الطرق في إحدى أحياء التجارية بمدينة كركوك. من جهة أخرى، تواصلت الاحتجاجات لليوم 11 على التوالي في جنوب البلاد ضد الفساد وسوء الخدمات، في وقت دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة من أجل تلبية مطالب المتظاهرين. هذا وقد وصف بعض المسؤولين العراقيين قطع الكهرباء عن مدن جنوب العراق بالابتزاز السياسي من إيران للضغط لتشكيل حكومة موالية لها. كيف دمر الملال اقتصاد إيران؟ تقرير دولي يسلط الضوء على اقتصاد البلاد المتهالك نتيجة فساد النظام والطبقة الحاكمة. قبل أقل من شهر على بدء التطبيق الفعلي للعقوبات الأمريكية على إيران التي تشهد تراجعا اقتصاديا ازدادت حدته في السنوات القليلة الماضية بسبب سياسات النظام الإيراني، وفي إحصائيات جديدة أصدرها البنك الدولي كشفت أن إيران شهدت تراجعا مؤلما خلال العقود الأربعة الماضية من حكم الملالي وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة. وأشارت الأرقام الصادرة عن البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الإيراني انخفض من المركز 17 إلى 27 على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية. وكشفت الأرقام أن متوسط الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران استنادا إلى القوة الشرائية الحقيقية للعملة الإيرانية بين عامي 1976 و2017 كشفت عن أنه خلال هذه الفترة أصبح المواطن الإيراني العادي أكثر فقرا بنسبة 32%، الأمر الذي أكده مسعود نيلي المستشار الاقتصادي للرئيس الإيراني حسن روحاني بالقول إن الدخل الحالي للفرد في إيران تراجع بنسبة 70%. راديو فردا الذي يبث من خارج إيران تحدث عن أن ورقة 10,000 ريال إيراني كانت تساوي قبل العام 1979 نحو 150 دولارا أمريكيا، وباتت تساوي الآن نحو 10 سنتات.
إحصائيات البنك الدولي أشارت إلى أن الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة على مدار 4 عقود من حكم نظام الملالي جعل المواطن الإيراني العادي يواجه مصيرا صعبا وحياة لم يعهدها من قبل. اعترضت قوات الدفاع الجوي للتحالف العربي صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران السعودية. ميدانيا أيضا صدت القوات اليمنية بإسناد جوي من طائرات التحالف هجومين للميليشيات على مواقع الجيش في الحديدة والتحيتة. أما إنسانيا فأعلن التحالف العربي إصدار 8 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية بينها 2 للحديدة. وفي الختام نذكر بالعناوين. محاولة مصادرة قرار المجلس عملية استباقية وكأنه يقتل المجلس بالحياة. حملة ضغوطات على المجلس الدستوري سعيا لإبطال نيابة ديما جمالي، وتلفزيون مستقبل يبدأ بتفنيدها. هو الرئيس المكلف الآن بتشكيل الحكومة، ويعود له وحده مهمة هذا التشكيل. المفتي دريان يتمنى الإسراع في تشكيل الحكومة، وبري يلوح بالدعوة إلى جلسة تشاورية. بعد قصف جنوني اتفاق بين فصائل مدينة نوى وروسيا والتهجير أحد أبرز بنوده. ومع التذكير بالعناوين تكون النشرة انتهت. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. صلاحية رئيس الوزراء معروفة بهذا الموضوع.